أسعد الله أوقاتكم بكل الخير متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم الخميس سنلاحظ تراجع على درجات الحرارة وعلى حدة الأجواء الحارة لتعود وتتجدد طبعا يوم الجمعة إن شاء الله وبداية الأسبوع القادم. نستعرض بداية درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم الخميس على فترة الإفطار في العاصمة عمان 23 والرطوبة عالية 71%، سرعة الرياح 23 كيلومتر في الساعة. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا كالعادة إربد نهارا 24 مع أجواء غائمة جزئية 11 ليلا، المفرق 26 نهارا 14 ليلا، جرش بين 25 و 16، وعجلون بين 22 درجة مئوية و 12 درجة إن شاء الله بتسجلها ليلا. ننتقل الآن لمناطق الوسطى مع العاصمة عمان بين 23 و 13، البلقاء ومادبة درجات حرارة متقاربة بين 24-23 وبتنخفض بالليلة 13 درجة مئوية، الزرقاء 27 درجة مئوية نهارا 15 ليلا، البحر الميت أجواء غائمة جزئية 29 نهارا و20 درجة مئوية إن شاء الله بتسجلها ليلا. المناطق الجنوبية مع الكرك 24 نهارا 14 ليلا وغيوم متفرقة، الطفيلة بين 23 و 13، الشوبك بين 21 و 13، معان بين 29 و 15، العقبة أيضا غبار خفيف لهذا اليوم 32 درجة مئوية نهارا وبتسجل بالليل 19 درجة مئوية بإذن الله. أخيرا مع المناطق الشرقية كل مصفاوي أرويشد والأزرق درجة حرارة متقاربة بين 31 و 33، أما ليلا بتنخفض ل 14 درجة مئوية بإذن الله. متابعينا هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب دائما، إلى اللقاء.